امبارح في الاجتماع الأسبوعي للحكومة تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري. هذا المجلس بيستهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال اتباع المعايير المعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفائتها. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن المجلس وعن أهميته من دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير يا دكتور، بنرحب بحضرتك. صباح الخير أستاذ ليلى، صباح الخير أستاذ شاذلي. صباح النور يا فندم. كل سنة وحضراتكم ومصر كلها بخير. طيب. حضرتك بألف خير. ويعود علينا جميعا بخير إن شاء الله. هو القانون، هو اللائحة دي هي للقانون رقم 12 لسنة 2022. اللي هو قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري. كان قبل كده في لجان، لجنة التخصصات الطبية، لجنة الزمالة الطبية، ثم التدريب الإلزامي للأطباء. فالحقيقة بعد دراسات كبيرة جدا والحمد لله شاركنا في كثير منها، صدر هذا القانون، وهو قانون مهم جدا وتحت إشراف ورعاية السيد رئيس الجمهورية. نعم. لكن اللائحة التنفيذية بيصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. دكتور، الهدف من القانون مهم جدا. في نقطتين أساسيتين في هذا القانون. النقطة الأولى إن الكوادر الطبية في مختلف، هو طبعا بيغطي كل الكوادر الطبية، ليس فقط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وكل التخصصات التي تمثل كوادر التي تقدم الخدمة الطبية. الهدف منه حضرتك قبل كده كان الواحد بيتخرج من كلية الطب أو إحدى كليات الطبية يروح يقضي فترة الامتياز كانت سنة، النظام الجديد اتغير بقى سنتين، ثم ياخد ترخيص مزاولة المهنة مستمر. طبعا الطب أو يعني الممارسة الطبية بتتغير فيها ديناميكية كبيرة جدا، متغيرة باستمرار، سواء نتيجة لوجود وسائل تشخيصية جديدة أو وسائل علاجية جديدة أو دخول نوع من التدخلات الطبية الحديثة التي تحتاج باستمرار لعملية تدريب وتعليم. وعشان كده كنا بنقول دايما التعليم الطبي المستمر. القانون الجديد أهم من أهم الحاجات اللي فيه إن ترخيص مزاولة المهنة الطبية سوف تكون بكل 5 سنوات، بمعنى إن ناخد ترخيص النهاردة لازم بعد 5 سنوات نعيد هذا الترخيص عن طريق المجلس الصحي المصري وكوادره، وده طبعا بيعتمد على دورات تدريبية وأبحاث علمية وحضور مؤتمرات وحضور ورش عمل إلى آخره، بحيث نضمن أن من سوف يمارس المهنة الطبية بمختلف تخصصاتها خد النوع من التدريب الكافي خلال 5 سنوات التي أخذ فيهم الترخيص الأول أو الترخيص قبل الجديد. فدي نقاط مهمة جدا. وبعدين المجلس الصحي المصري ده بيشكل طبعا في كوادر علمية في مختلف التخصصات، يعني كل تخصص المجلس بيستعين بالكوادر والجمعيات الطبية العلمية اللي هي طبعا فيها مجموعة من الخبراء بيحددوا ما هي البرامج التدريبية، ما هي البرامج التعليمية، بحيث ان هم يضمنوا استمرارية التدريب الطبي المستمر والتعليم الطبي المستمر. وفي الآخر هو بينعكس بدون شك على قدرة الكوادر الطبية وعلى أمان المرضى. نعم. دكتور، حضرتك تحدثت أن من الأدوار الأساسية لهذا المجلس فكرة التدريب والتأهيل، لكن إزاي هيكون التدريب والتأهيل مختلف عن اللجان اللي حضرتك تحدثت عنها؟ هذه اللجان بتتبع وزارة الصحة يا فندم. اللجان دي لجان علمية تبع المجلس. طبعاً. المجلس الطبي المصري مجلس مستقر، مستقل ومستقر، تبع يتبع تبعيته للسيد رئيس الجمهورية. نعم. وهو المجلس ده عنده كوادر علمية أو لجان علمية من داخله بتحدد البرامج اللي زي ما قلت لحضرتك عليها، هي تنظيم المجالات، تنظيم نواحي التعليم وما بعد، طبعا كل ده ما بعد التعليم الجامعي، يعني بعد ما يتخرج الكادر الطبي أو الطبيب من الجامعة أو من الكلية بتاعته وياخد فترة الامتياز بيجي دور هذا المجلس.
مختص بالتدريب التخصصي، مختص بالتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء أو العاملين في المجالات المختلفة يعني. وهذا التدريب بيشمل طبعا بدون شك لأن اللجان العلمية أو المجالس الطبية العلمية أو الجامعات العلمية اللي احنا بنتبعها كل في تخصصه بكل سنة بتعمل مجموعة من المؤتمرات والندوات والبرامج التعليمية التي تؤهل الكادر لممارسة المهنة الطبية حسب كل ما يستحدث فيها. عظيم. ده بيؤكد يا دكتور محمد انه خلاص زمن الدكتور اللي كان بيتخرج من كلية الطب ويخلص الامتياز ويدخل بقى يشتغل خلاص من غير ما يشتغل على نفسه زي ما بنقول ويطور من نفسه خلاص. ده انت بيشتغل على نفسه معلش، ما حدش بيشتغل على نفسه، كلنا على مدى التاريخ بنتعلم ونتدرب ونحضر مؤتمرات. عظيم جدا. انما هو دلوقتي عملية بلورة خصوصا يا استاذ شاذلي ان يعني كليات الطب او كليات الطبيه تعددت ومصادرها تعددت سواء في الداخل او الخارج، انما حكايه انه بيشتغل مع نفسه كده يعني حسب ما يشوف لا، كل حاجه ليها قواعد وكل الزملاء كانوا بيحضروا مؤتمرات علميه وندوات وجهات العمل يعني الجهات الجامعيه او الصحه او المؤسسات الاخرى في مصر اللي فيها كوادر طبيه كان بتسعى دايما لعمليه التدريب المستمر. انما النهارده انت بلورته تحت مؤسسه معتمده قانونيه دوله، مؤسسه الدوله تمام بتحط هذه المعايير لكل هذه الكوادر الطبيه. نعم. انما بس عايز اكد لان ساعات يقول لك كده كان بيسيبوه يشتغل لوحده، لا ما كانش مشكله يا فندم، هي ليها قواعد حضرتك. وبعدين طبعا المجلس ليه مجلس امناء، ومجلس الامناء ده يعني مشكل من يعني الجهات الدوله المعتمده او الاساسيه التي ترعى القصه الصحيه، ثم بيجي مجلس اداره. نعم. وزي ما قلت لحضرتك الحاجه الثانيه في لجان علميه من كل التخصصات وكل التخصصات الفرعيه. فدي كلها حاجات كويسه قوي. الحاجه الثانيه بقى المهمه ان هذا المجلس زي يعني في نص في اللائحه بتاع المجلس حضرتك القانون بتقول ان المجلس بيشكل لجان علميه ولجان متخصصه للسجلات الطبيه للامراض والاوبئه المختلفه، يعني كمان بيبقى عنده داتا عن ما نسميه الخريطه الصحيه ومكوناتها حضرتك. وبيحط بقى ايه المعايير اللي هي يتم فيها التدريب والتعليم، يختار البرامج، وبيحط النظام اللي يضمن حقوق المهنه الطبيه من ناحيه ويضمن، ودي طبعا الهدف الرئيسي، تطوير الخدمة الصحية ووجود يعني رقابة شديدة جدا وحقوق المهنة الطبية وحقوق المواطن، وهي دي طبعا حاجة أساسية. نعم. الحاجة المهمة بقى اللي عايز أقول لكم عليها إن هذا المجلس كان فيه مجلس التخصصات الطبية كانوا يسموها الزمالة المصرية في الأول، يعني في شهادات بتتاخد من الجامعات ودي شهادات طبعا معتمدة مهنية وعلمية، لكن في ناس عدد أكبر عايز يتدرب ويتخصص، فهي بقى التدريب الالزامي ده موجود بالنسبه للاطباء، ثم اعطاء الشهادات المهنيه التي تتبع ايضا المجلس الصحي المصري في مختلف التخصصات. يعني بيقدر يروح يسجل عايز ياخد مثلا شهاده زماله في الامراض الباطنه او الجراحه او العظام او اي تخصص، هي المجلس بيتبعه الجهة التي تعطي الشهادات المهنية، ودي أيضا سيادتك مشكلة من كوادر علمية رفيعة المستوى وخبرتها معروفة وتدريبها معروف وبرامجها معتمدة، وهي برامج مش بس نظرية، برامج نظرية وعملية، يعني اللي بيخش الزمالة في أحد التخصصات له برنامج زمني بعدة سنوات بتختلف من التخصص، يعني في تخصصات عالية قوي المدة الزمنية بتكون أكتر، وهكذا بيتحط له برامج النظري وبرامج العملي والبرامج السريري، بحيث في الآخر بيكتسب خبرات بساعات معتمدة ياخد بعديها شهادة التخصص. نعم. الحاجة الثالثة بقى أنا هسمع حضرتك حالا لأن النقطة دي أيضا مهمة. النهاردة احنا عندنا كوادر طبية بتخرج من كليات طب جامعية سواء حكومية أو خاصة أو أهلية، وفي كوادر جاية من بره.
النهارده قبل ممارسه المهنه من ضمن هذا القانون الهام جدا. ودي الحكايه دي بدات فعلا، يعني في ناس ما كانوش عارفين النقطه دي، لكن بدات فعلا اختبارات ممارسه المهنه قبل ما يمارس المهنه. هو اتخرج معاه بكالوريوس كذا، طب وجراحه، بكالوريوس اسنان، بكالوريوس صيدله، لكن اللجان العلميه التابعه المؤسسيه التابعه للمجلس الصحي المصري او التي تتعاون معه بتعمل اختبارات ممارسه مهنه لكل الخريجين كلهم مهما كان متخرج منين، بيخش هذا الامتحان عظيم وما يقدرش يمارس المهنه قبل ما ينجح في هذا الاكتئاب. ده يخليني اسال حضرتك عما يرتبط باخلاقيات المهنه يا دكتور، وفكره لجنه للاخلاقيات الطبيه ازاي ممكن يكون دورها متجدد ومفعل وضع مواثيق اخلاقيه ومهنيه. حضرتك دي معروفه تمام، اخلاقيات المهنه وقواعدها موجوده ايضا تبع المجلس الصحي المصري، وفي لجنه اخلاقيات في النقابات المهنيه المختلفه بتحدد المعايير. وعلى فكرة قريبا هيصدر بإذن الله بتوجيهات سيادة الرئيس وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية قانون المسؤولية الطبية، لأن في طبعا بعض المشاكل بتنتج ما بين ما يسمى الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية، في خلط بالاثنين. يعني هذه نقطة مهمة جدا، وطبعا بيحددها أو معاييرها زي ما قلت لحضراتكم القانون والنظام الطبي والوزارات المعنية وقانون المسؤولية الطبية، هيصدر إن شاء الله أعتقد بشدة أنه هيصدر في الدورة البرلمانية القادمة بإذن الله. لكن في معايير عشان يتحدد المسؤولية، حماية للكوادر الطبية، حماية للمؤسسات الطبية، وحماية للمرضى، ودي أولوية لنا جميعا يعني. وزي ما قلت لحضراتكم هناك فرق كبير بين أخطاء طبية ممكن تحدث طبعا وفي العالم كله، وبين ما يسمى إهمال طبي أو مضاعفات للمرض. يعني كل عملية جراحية أو كل تدخل طبي أو كل دواء حتى ممكن يبقى له أثار جانبية صحيح معروفة وبتتكتب، فدي بتسمى المضاعفات الطبية ودي موجودة في العالم كله. فالحقيقة يعني بكل أمانة هذا القانون ولائحته التنفيذية وقانون المسؤولية الطبية والتدريب الإلزامي للأطباء والامتحانات الاختبارات يعني الممارسة الطبية بتحدد معايير جديدة رائعة ومحكمة وقانونية لكل هذه الممارسات. نعم طبعا بنشكر حضرتك الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شكرا جزيلا يا فندم.